أن الله عز وجل يعلم ونحن لا نعلم. إحنا قاصرون، عقولنا قاصرة لا تدرك المفاسد والمضار الواقعية ولا المنافع الواقعية، ولهذا نريد شيئا أحيانا ونلح بطلب شيء من الأشياء ولا نعلم أن في هذا الشيء كارثة بالنسبة لنا. وقد نكره بعض الأشياء ونتبرم من بعض الأشياء ونضوج وهو يحمل لنا منافع كثيرة، كما قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو. فإذا ليش والله يعلم وأنتم لا تعلمون؟ زين، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي. إذا فهمنا لعلمك بعاقبة الأمور، احنا ما ندري بعاقبة الأمور، نشوف هذا يعجبنا نريد اللح عليه، ما ندري شنو تاليت، ما نعلم بعاقبة الأمور، لهذا قد نرغب بشيء وفي الحقيقة ينطوي على خطر كبير ومفسدة عظيمة، وقد نكره شيئا وننزعج من شيء وهو في الحقيقة فيه فائدة لنا.